نشرة الأخبار من قناة وطن، والبداية من عناوين هذه النشرة. الأعرج يبحث مع السفير الأمريكي زيارة مرتقبة للكاظم إلى واشنطن، وهجوم صاروخي جديد يستهدف قاعدة عين الأسد غرب الأنبار. مطالبات نيابية بتدقيق أسماء موظفي كردستان وكشف آلاف الفضائيين، ونواب يؤكدون حصول بعض الفاسدين على حصانات دولية. في أغرب عملية تهريب، إحباط تهريب 48 ألف قطعة فيزا كارت لصالح مصرف الرشيد في منفذ طريبيل. إحباط هجوم داعشي لتحرير أسرى التنظيم الإرهابي بكردستان، وفيديالا استشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين في اشتباك مع الإرهابيين. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وذكر بيان لمكتب مستشار الأمن القومي أنه بحث مع السفير الأمريكي آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن والتعاون المشترك في المجالات التي تخدم البلدين. وأضاف أن الجانبين تطرقا إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الملفات التي سيناقشها مع الجانب الأمريكي وسبل إنجاح هذه الزيارة بما يصب في المصلحة المتبادلة بين البلدين. أفادت مصادر أمنية اليوم الاثنين بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة عين الأسد التي تضم المئات من القوات الأمريكية غرب الأنبار. ووفقا للمصادر ذاتها فإن عدة صواريخ من طراز كاتيوشا استهدفت قاعدة عين الأسد، سقط أحدها داخل القاعدة مبينة أن أعمدة الدخان شهدت وهي تتصاعد من القاعدة. هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني عن فتح تحقيق في حادثة سقوط الصواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية دون خسائر تذكر، وأشارت إلى ضبط عجلة نوعية حمل متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها. هذا وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد في حوار مع صحيفة إيطالية أن حكومته طلبت من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق. وقال الكاظمي أنه طلب من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق، مبينا ضرورة اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة. وأضاف أن العراق مستعد لتعزيز التعاون العسكري مع إيطاليا، وأنه طلب من إيطاليا أن تبقى في الصف الأول في تدريب القوات العراقية وتطوير العمل في مكافحة الفساد وغسيل الأموال والجريمة المنظمة والمافيات.
أكدت لجنة النزاهة النيابية أن الاتفاقيات الدولية غير فعالة في استرداد الأموال المهربة من البلاد، مشيرة إلى أن بعض الدول تمنح المهربين حصانة. قالت عضو اللجنة النائب علي نصيف أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي مع العراق بعد اعتماده وتنفيذه، مضيفة أن رفع اسم العراق من لائحة الدول عالية الخطورة في مجال غسيل الأموال سيسمح له باتخاذ الإجراءات القانونية ويفتح الباب أمام التعاون الدولي لاسترداد الأموال وإيقاف عمليات تهريبها من العراق. وأشارت نصيف إلى أن الأمر يعتمد كذلك على الاتفاقيات الثنائية مع الدول التي تتواجد فيها أموال عراقية مهربة، مضيفة أن بعض الدول تعتبر أموال العراق غنيمة وتمنح المهربين حصانة ولا تبلغ عن الأموال المهربة إليها. طالب النائب الكردي سركوت شمس الدين بتدقيق ملفات موظفي إقليم كردستان لوجود أسماء وهمية فضائيين بشكل كبير. وقال شمس الدين إن على الحكومة الاتحادية تطبيق قرارات وبنود موازنة العام الحالي التي صوت عليها مجلس النواب مؤخرا، مضيفا أن ذلك يقتضي على دفع ديون الرقابة المالية وأن تدقق جيدا في ملفات موظفي إقليم كردستان لوجود أسماء وهمية بأعداد كبيرة. وأضاف أن تدقيق ملفات الإقامة والجوازات والجنسية فضلا عن التأكد من مركز المعلومات لإجراء يجب أن تأخذ به الحكومة الاتحادية لفحص بيانات جميع موظفي الإقليم. وللحديث عن هذه الملفات معنا في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ رمزي ساري. أهلا بك أستاذ رمزي. أهلا وسهلا بشي. بداية نبدأ معك من زيارة الكاظمي المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، برأيك ما الذي يحمله معه من ملفات خاصة وأن عمر حكومته لم يتجاوز السنة ولم يتبقى منها الكثير حتى الانتخابات المقبلة؟ تفضل. نعم، بلا شك أن موضوع زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي زيارة مهمة جدا بعد زيارته الأولى عندما كان الرئيس ترامب. تأتي هذه الزيارة في خضم تطورات كبيرة في المنطقة حدثت. هذه التغيرات أو هذه العوامل هي التي تؤثر على المشهد العراقي، ومنها انتخاب رئيس إيراني جديد وهو من المتشددين، وبالتالي هذا الموضوع يلقي بظلاله على التشدد في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الأمريكان، وبالتالي انعكاسه على الساحة العراقية. موضوع بالإضافة إلى موضوع القصف المتكرر للقواعد الأمريكية الموجودة في العراق أدت إلى إحراج كبير للسيد الكاظمي، مما دعاه إلى الذهاب إلى الولايات المتحدة يعني الأمريكية. برأيك تزامن استهداف القواعد الأمريكية بهجوم الصاروخي يعني ممكن يكون تزامن مع بحث الزيارة المرتقبة، وهل هناك يعني دلالة لهذا التزامن من وجهة نظرك؟ بلا شك أن الساحة العراقية تشهد لاعبين كثار، من هؤلاء اللاعبين هو الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نعم. بالذات.
فأصبحت الساحة العراقية ساحة لتصفية الحسابات فيما بينهم. كلما أراد طرف من الأطراف إيصال رسالة معينة إلى الجانب الآخر استخدم الساحة العراقية. نعم. فأبسط ساحة موجودة هي ساحة العراق، فالفصائل المقاومة تقصف بشكل مستمر هذه القواعد الأمريكية لهدف واحد، وهو إضعاف ذلك الوجود الأمريكي الذي هو في تماس مع الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي يؤثر تأثيرا كبيرا على مجمل السياسة الخارجية الإيرانية التي تحاول بأي شكل من الأشكال إبعاد هذا الخطر الكبير الذي هو في تماس مع حدودها والمتمثلة في العراق. نعم. بشكل خاص. نعم، في مسألة الحصانة التي تمنحها بعض الدول لمهربي الأموال الذين استحوذوا على أغلب الموازنات منذ العام 2003 لحد الآن، ألا توجد وسيلة قانونية يعني لإجبار الدول على تسليم مليارات الدولارات المهربة إليها وكذلك الفاسدين الهاربين اللاجئين إلى هذه الدول؟ نعم، بلا شك هناك قاعدة اقتصادية، أي مبلغ يتعدى 10,000 دولار يمكن لأي مؤسسة اقتصادية في العالم من تتبع هذا المبلغ وأين هو نشأته وأين سيذهب وأين توزع ودخل في أي مشروع. لذلك هذا الموضوع هو موضوع بسهولة يمكن للولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص من السيطرة على هذا الموضوع، وممكن أن تلعب دورا كبيرا في استرداد هذا المال السياسي. أما لماذا لا تتدخل؟ هنا العبرة التي أتت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. الولايات المتحدة الأمريكية أتت للعراق، العراق لا يمتلك أحزاب سياسية ولا كتل سياسية، أنشأت كتل سياسية على هوائها طبعا بصورة غير مباشرة، دعمت تلك الأحزاب والكتل حتى على حساب الشعب العراقي، أدت إلى تضخم في الموارد الموجودة تلك الكتل السياسية، فأصبحت كيانات مستقلة بحد ذاتها تمتلك الكثير من الموارد الاقتصادية التي تخص أصلا الشعب العراقي، وطبعا بشكل خاص أخرجتها إلى المصارف الأمريكية والمصارف الأوروبية وراحت تستغلها بشكل أو بآخر. نعم. وباستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية إذا قررت وإذا امتلكت إذا أرادت ذلك بسهولة تسترجع تلك الأموال، ولكن لحد الآن هذه الأموال تعتبر ضمن الأوراق الأمريكية التي تستطيع من خلالها المناورة مع السياسيين. نعم. العراقيين. طيب، ننتقل إلى ملف كردستان. أعداد موظفي كردستان لا زالت مجهولة من قبل الحكومة الاتحادية التي تدفع رواتبهم دون علم يعني أعدادهم الحقيقية. من المقصر في هذا الملف وأين دور السلطة الرقابية في البرلمان؟ في الحقيقة هذا الموضوع شائك وموضوع كبير جدا. آخر الأنباء تشير إلى أنه هناك 3 ملايين موظف لدى إقليم كردستان، وهو عدد كبير قد يصل إلى مستوى الموظفين على مستوى العراق بصورة عامة. ونلاحظ أنه هناك تعدد في استلام الرواتب، هناك موظفين في دوائر حكومية إضافة إلى وظيفتهم في الأحزاب السياسية، إضافة إلى تعويضات أخرى سياسية، لهذا هناك تعدد في دفع تلك الرواتب. هذا من جانب. من جانب آخر هناك السبب هو منع سلطات الإقليم من تدخل النزاهة، هيئة النزاهة بشكل عام وهيئة النزاهة البرلمانية بشكل خاص، أو أي قوة داخل الحكومة العراقية لكي تستطيع السيطرة على توزيع تلك الواردات. نعم. ولهذا ستبقى هذه المشكلة قائمة ما لم تحل بشكل جذري وتحصل عمل. من المقصر يعني في النهاية؟ المقصر في النهاية هو الحكومات العراقية المتعاقبة. المفروض أي حكومة تأتي تعمل عملية تقاطع في الأسماء مع أسماء الموظفين لتعرف من هو الموظف الموجود فعلا في الوظيفة من الموظف الغير موجود. هناك من يتحدث عن وجود جنسيات غير عراقية أيضا، هذا أيضا موضوع آخر. يعني عمدت سلطات الإقليم على إدخال أكراد من دول أخرى وأعطتهم الجنسية العراقية ومعروفين لإحداث تغيير ديموغرافي خاصة في المناطق المتاخمة لإقليم كردستان. يوجد المناطق المتنازع عليها في كركوك وفي ديالة، توجد العديد من الجماهير الكردية التي تسلمت جنسيات عراقية وهي أصلا من دول أخرى.
لماذا لا يتم تسليط الضوء على هذه؟ لا يتم تسليط الضوء على هذه المواضيع لأنها من المواضيع الحساسة، وكلما كانت كلما تدخل طرف، مثل ما نعرف أنه الأكراد هم بيضة القضبان في ميزان القوى السياسية، لهذا أي إحراج لأي طرف في هذه العملية أو هذه المعادلة ستأتي بنتائج سلبية على أي كتلة سياسية تنادي بتحقيق هذا الأمر. لذلك الأكراد يضغطون بقوة على أي كتلة سياسية تحاول طرح موضوع هذا الموضوع أو طرح موضوع الرواتب وتضغط عليه بشدة، وخاصة خلال أوقات الانتخابات. نعم، المحلل السياسي الأستاذ رمزي ساري، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا إلى استديوهات قناة وطن. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم من جديد. دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار إلى دمج وزارات الصناعة والتجارة والزراعة بوزارة واحدة تحت اسم وزارة الاقتصاد. وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودة أن هناك نسبة 90% من المعامل معطلة في المحافظات العراقية، وأكدت لا توجد إرادة سياسية حقيقية ولا يوجد ملف اقتصادي حقيقي، معتبرة أن هناك إخفاقا في وزارة الصناعة. ودعت جودة إلى إلغاء وزارة الصناعة والتجارة والزراعة وتشكيل وزارة باسم الاقتصاد. أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية يوم الاثنين عن خطة جديدة لتشغيل المعامل المعطلة في عموم البلاد. وقال مدير إعلام الوزارة مرتضى الصافي أن وزارته وضعت خطة للنهوض بالواقع الصناعي، موضحا أن هذه الخطة تتكون من 3 مراحل: قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى. حيث باشرت الوزارة في القصيرة المدى منذ تسلم وزير الصناعة المهام، وأضاف أن المعامل المتوقفة هي 83 معملا و43 منها في الخطة متوسطة المدى. أما الخطة الطويلة فتشمل 24 معملا، كاشفا عن توجه للمشاركة من قبل كل من مصر والأردن والسعودية وسوريا. اتفق وزير التخطيط خالد بتال النجم مع نظيرته المصرية نيفين جامع على تفعيل مقررات القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة بغداد. وقال المكتب الإعلامي للوزير التخطيط في بيان أن النجم استقبل الوفد المصري الذي ضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وبحضور وزير الصناعة منهى العزيز الخباز، وبحث تطوير العلاقات الصناعية والتجارية والاستثمارية في ضوء مقررات القمة الرئاسية الثلاثية الأخيرة. وتم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ الاتفاقات عبر تفعيل مجلس العمل المشترك. كما تناول البحث إنشاء مناطق صناعية واقتصادية مشتركة. تحدث مجلس الخدمة الاتحادي مجددا عن إطلاق استمارة التعيين لحملة الشهادات العليا، وذكر المجلس في بيان أن رئيسه محمود التميمي ناقش مع رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري وممثلين عن حملة الشهادات العليا التعيين المعتمد للمجلس، وأجرى خلال اللقاء مناقشة آلية التعيين
والاستحقاقات المنصوص عليها لحملة الشهادات العليا والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المجلس في هذا الشأن. وبين التميمي إلى أن مجلس الخدمة خاطب الجهات المختصة لرفض المجلس بأسماء حملة الشهادات العليا وتوفير الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي لها من أجل إطلاق الاستمارة الخاصة بالتعيين. وبالعودة إلى السكايب ينضم معنا من جديد الأستاذ ضياء المحسن. أهلا بك من جديد أستاذ ضياء. أهلا وسهلا بكم أخو. أهلا بك. بداية، ما هي العوامل؟ نعم. نعود إلى العوامل التي حرمت البلاد من صناعتها التي كان مشهود لها يعني عربيا ودوليا وحولتها إلى سوق لكافة البضائع من دول الجوار بالرغم يعني من رداءة هذه البضائع. تفضل. نعم، أنا تحدثت بالبداية قلت أنه هناك حروب دخل بها العراق، حروب عبثية دخل بها ساهمت في هذا، لكنه الأهم من هذا أنه تعرفون أنه الاقتصاد العراقي هو أولا اقتصاد ريعي يعتمد في كثير من إيراداته على النفط، وهذا مشكلة. هذا ليش؟ لأنه تعرفين تقلبات الأسعار بالسوق يعني عامل مؤثر وحاسم في زيادة أو انخفاض الإيرادات. هذا امر. الامر الاخر انه لا يزال حتى مع يعني بعد عام 2003 وصدور الدستور العراقي الذي يؤكد على انه الاقتصاد العراقي اقتصاد حر، لا يزال الاقتصاد هو اقتصاد مركزي، بمعنى انه وزاره التخطيط هي من تخطط الى 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 الاقتصاد بصوره عامه. هذا امر. تعرفون انه اذا جينا قسمنا نوعيه الاقتصاد، هناك يعني اكثر من 17,000 شركه تعمل بالقطاع الخاص بما تمثل اكثر من 93% من مجموع الشركات العامله. نعم. لكنه اكثر من 90% من الناتج الموجود هو اقتصاد انتاج حكومي، فبالتالي اكو خلل يعني في عدم مساهمه القطاع الخاص في يعني في مجمل الانتاج العام. هذا نعم. الخلل وين من يعود؟ يعود الى اسباب كثيره، منها الفساد الاداري، منها البنى التحتيه، منها التضخم، منها المديونيه العامه. تعرفون المديونيه العامه للعراق يعني تقترب من 100 من تقريبا من 130 مليار دولار، منها مديونيه داخليه ومنها مديونيه خارجيه. هذا الشيء ياثر على على يعني على مدفوعات الدوله، لانه يعني الدوله لازم تأمن الاصل الدين زاد الفائده. هذا الشيء ياثر على ان جزء كبير من الاموال المخصصه للاستثمار تدفعها لهذه الديون. يعني هذا وغيره مشاكل كبيره تعترض الاقتصاد العراقي. نعم. في عمليه تطويره. نعم. طيب يعني أستاذ ضياء، هل ترى في الأفق إمكانية عودة الصناعة العراقية من جديد؟ وهل باعتبار يعني بوجهة نظرك يعني ترى أن من الممكن أن تكون معوقات سياسية أو اقتصادية؟ ويعني برأيك ما دور نقص الطاقة الكهربائية في هذا الملف؟ نعم، ملف الطاقة النفط والغاز يعني هذا ملف كبير جدا، نحتاج إلى أنه إدارة في كيفية إدارة هذه الثروة المهمة بالنسبة للعراق. نعم، هناك ثروات كبيرة في باطن الأرض كلها غير مستثمرة. الآن احنا الممكن هذا هو النفط والغاز. الآن يعني حتى مع ضعف الاستثمارات في قطاع الغاز لكنها موجودة. كيفية استثمار الأموال المتحصلة، يجب أن تكون هناك خطة يعمل عليها وضع القرار المالي فيما يتعلق بالاستثمارات. نتحدث الآن عن استثمارات يعني بمليارات الدولارات، لكنه وين المشكلة؟ المشكلة أنه أنت عندك الآن جسد الحكومي أكثر من 3 مليون موظف عراقي، هذول يحتاجون رواتب، هذول يمثلون عطالة مبطنة. يعني إنتاجية الموظف لا تزيد عن 6 دقائق يوميا. يعني بالاقتصاد الحر عندما يكون تقل إنتاجية الموظف عن ساعة هذا يسبب مشكلة. مو أنت تجي موظف يروح يداوم الساعة ب8 ويطلع الساعة ب2 وهو ما مأدي عمل. نعم. ما مأدي عمل حقيقي.
يعني كثير من الموظفين نجد انه يجلس على مكتبه، لو يطالع صحيفه، لو يطالع الانترنت، والان هو اكثر شيء يعني يلعب بهذه الالعاب طيب. الالكترونيه، بالتالي ماكو قيمه حقيقيه تضاف الى الاقتصاد الوطني. طيب نعم. برايك يعني انفتاح العراق على دول اقتصاديه فقيره مثل مصر يعني والاردن واهمال ملف الصين يعني من مصلحه من، ولماذا الاصرار الحكومي عليه؟ يعني انا حقيقه اكثر من مره قلنا انه عندما اريد نتكئ نتعكز على عكازه يجب ان تكون عكازه قويه. نعم. كيف؟ يعني انا الان افترضها حاله انسانيه، حاله بشريه، اي شخص عندما يتعرض الى عطف في احد قدمه يروح للطبيب يسوي له عمليه ويعطي عكازات. هذه العكازه عندما تكون اقل من حجمه راح تاذيه. احنا الان بالاقتصاد العراقي نتعكز عليها، نحاول نتعكز على المملكه الاردنيه الهاشميه والتي هي دوله تعتمد في كل نعم. كل اقتصادها تعتمد على المساعدات الامريكيه، ايضا وهي مدينه يعني المديونيه مالتها تقترب من 10 مليار دولار اكثر او اقل يعني من هذا المبلغ. نعم. ايضا جمهوريه مصر العربيه دولة تعتمد ايضا على المساعدات وعلى القروض من صندوق النقد الدولي، وايضا المديونيه مالتها تزيد على 20 مليار دولار. انا لما انظر يعني انا كباحث في الشان المالي والاقتصادي عندما انظر الى 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 هذه المعطيات اقول انه هذا من الخطا الكبير ومن الضرر على الاقتصاد، اي اقتصاد اي بلد بغض النظر عن كون العراق، انه يعتمد على هاتين الدولتين، لانه ستقوم هاتين الدولتين باغراق اكثر بالديون اكثر مما هو مدين الان. يعني ما عجيب يعني امور استاذ ما نعرف شنو الاصرار. اعتذر منك لضيق الوقت. عضو مجلس الخبراء العراقي الاستاذ ضياء المحسن، اشكرك جزيل الشكر لانضمامك الينا في استديوهات قناه وطن. كشفت لجنة المالية النيابية اليوم الاثنين من تخصيص نسبة 5% من فائض أسعار النفط المحدودة بقانون الموازنة إلى مشروع البترودولار. وقال عضو اللجنة صادق مدلول إن سعر النفط المحتسب في قانون الموازنة العامة هو 45 دولار للبرميل الواحد، لكن الآن بلغ سعر البرميل 70 دولارا، وذلك تم تخصيص 5% من فارق السعر إلى مشروع صندوق البترودولار. وأضاف أن صندوق البترودولار مخصص للمحافظات المنتجة للنفط، وما تبقى من فروقات عن السعر المحدد بقانون الموازنة يذهب إلى تسديد العجز المالي لموازنة 2021 والاقتراض الأول والثاني للسنة 2020. أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط عن مخاطبة رئاسة الوزراء بفتح منفذ حدودي مع نقطة التقاء الحدود الكويتية السعودية لغرض تنويع مصادر التمويل للمحافظة. وقال غسان الخفاجي أن المحافظة طالبت رئاسة الوزراء بفتح المنفذ لغرض تنويع مصادر التمويل وتوفير فرص العمل وزيادة التبادل التجاري مع الكويت والسعودية، وفضلا عن توفير منفذ مباشر لأداء فريضة الحج والعمرة من المحافظات الوسطى والجنوبية باتجاه السعودية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استكمالا لما طرح سابقا في مجلس المحافظة المنحل، وأن الطريق الواصل إلى ذي قار مؤهل بشكل كامل وهناك جزء قليل يحتاج إلى عملية تأهيل. هذا وقد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط وإحباط محاولة تهريب 48 ألف قطعة فيزا كارت. وذكرت الهيئة في بيان أنه بجهود ومتابعة وتدقيق وإشراف مباشر لكافة مفاصل العمل في المنافذ الحدودية أثمرت نتائج عن إحباط محاولة لتهريب عجلة في منفذ طريبيل الحدودي، موضحة أن العجلة تم ضبطها خارج الحرم الجمركي، وقد نظم لها بيان ترسيم أمتعة شخصية من قبل جمرك طريبيل، وبعد التفتيش تبين أنها تحتوي على 48 ألف قطعة فيزا كارت لصالح مصرف الرشيد أو بدون موافقات أصولية
من وزارة الداخلية وإجازة استيراد وشهادة منشأ وفاتورة. أهلا بكم من جديد. وقد أكد قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم أن القوات الأمنية ماسكة جميع أبراج نقل الطاقة الواقعة ضمن قاطع العمليات. وقال اللواء حاتم أنه لا توجد محطات كهربائية تم استهدافها في قاطع عمليات صلاح الدين، لافتا إلى أنه تم استهداف عدد من أبراج الطاقة في القاطع الغربي وتم إصلاح 3 منها، مضيفا أن هناك دوريات مشتركة من الشرطة والحشد الشعبي لتأمين أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، نافيا وجود معلومات حول وقوف أطراف سياسية وراء استهداف خطوط نقل الكهرباء. وفي ديالى أفاد مصدر حكومي بتشكيل غرفة عمليات خاصة لحماية خطوط الكهرباء داخل المحافظة، كاشفا عن جولات استطلاع واسعة في 14 قاطعا لمتابعة ملف الخطوط. وذكر المصدر أنه نظرا للتحديات الأمنية وتكرار استهداف خطوط الكهرباء في 6 مواقع داخل ديالى في الأسابيع الأخيرة، صدرت أوامر عليا من بغداد لتشكيل غرفة عمليات متخصصة لحماية خطوط الكهرباء في المحافظة تكون بإشراف مباشر من قبل عمليات ديالى، مضيفا أن فريقا مشتركا انطلق بجولات استطلاعية في هذا الإطار، كما تم تكليف وتشكيل أمني في القواعد التي تمر بها خطوط الطاقة بحمايتها والإبلاغ الفوري عن أي حالات اعتداء ومنعها. وأشار المصدر إلى أن ديالى يمر بها خطوط طاقة استراتيجية تنقل الكهرباء من بغداد إلى الشمال، إضافة إلى الخطوط الخاصة بديالى وخطوط الاستيراد القادمة من إيران. هذا وكشف مصدر حكومي في ديالى عن عقد اجتماع موسع لخلية الأزمة لبحث أزمة الجفاف والكهرباء. وقال المصدر أن محافظ ديالى رئيس خلية الأزمة عقد اجتماعا موسعا هو الثاني خلال 3 أيام مع مدراء الكهرباء والموارد المائية وبقية الدوائر ذات العلاقة لبحث ملف الكهرباء والجفاف، مضيفا أن الاجتماع تمخض عنه الإعاز بإعداد خطة استباقية للحفاظ على المياه في معقوبة وبقية مدن ديالى لتفادي أي أزمة مقبلة تخرج عن نطاق السيطرة. هذا وقد شددت ديالى عدة احتجاجات أو شهدت ديالى عدة احتجاجات واعتصامات شعبية بسبب أزمة الكهرباء والمياه في العديد من المناطق، حيث قام حشد من المتظاهرين على قطع طريق دولي أو قطع طريق دلي عباس في ديالى احتجاجا على تردي الكهرباء وهو من الطرق الرئيسية المهمة في المحافظة. وفي ذي قار بلغت إنتاجية المحافظة من الطاقة الكهربائية 660 ميجاوات في وقت طالب فيه فنيون إدارة المحافظة بالإسراع في إنشاء محطات كهربائية قبل حدوث كارثة حسب وصفهم. وقالت مصادر محلية أن التحصل عليها المحافظة من الشبكة الوطنية يبلغ نحو 1500 ميجاوات، وأن الحديث عن فصل كهرباء البصرة عن الشبكة الوطنية سيتسبب بأضرار كبيرة لمدينة الناصرية، معتبرين أنه سيكون رصاصة الرحمة على كهرباء محافظة ذي قار لأنها تعتمد بنسبة 90% على التجهيز الوطني القادم من محطات البصرة.
وفي قضاء سوق الشيوخ تظاهر العشرات من أهالي حي الغدير أمام مبنى البلدية للمطالبة بتوفير الخدمات العامة. وقال شهود عيان أن العشرات من سكان حي الغدير وخلال احتجاجهم استنكروا الوضع السيء للخدمات العامة بما فيها الكهرباء، إضافة إلى تجمع مياه الصرف الصحي في بعض الشوارع. وأمهل المتظاهرون حكومة القضاء ودوائرها الخدمية فترة زمنية محددة لحسم ملف الخدمات ووضع خطوات جادة للمباشرة بالعمل. يعاني العراق في الأيام الأخيرة من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي تزامنا مع موجة الحر الشديدة بسبب الاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة يدفع ثمنها المواطن الفقير. شيبان سامي والتفاصيل. العراق من أزمة الكهرباء على مدار 18 عاما دون تحسينها بسبب السياسات الخاطئة والتدخلات الخارجية مع الاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة تقف عائقا أمام حل المشكلة المتفاقمة منذ عقود يدفع ثمنها المواطن الفقير. الكهرباء دائما بالأسود، دائما بالأسود، ويا اللي يجي آني واني 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 انتخب، صار صعد قاعد على الكرسي نسى انتخبوه ونسى كل العالم. والشغله ما بيه يعني قالوا 2013 قال راح نصدر كهرباء، قال راح نصدر كهرباء للدول، شنو هم قاموا يشترون؟ هم اول شيء اتفاقيه ويا الصين على اسناد يسوونها فروها ودوها طوها لمصر، مصر ويا ما اتفقت اتفقت ويا الصين، حطوا الفلوس بجيوبهم داروا وجههم وراحوا. زين احد حاسبهم؟ ما حد حاسبهم. كل شيء ماك صفر، ما قدمت كل شيء، لا خدمه لهذا البلد ولا كلها هذا البلد والفقير. انت والطبقه المعدومه بهذا يعني لا حسد، حتى اذا نرجع لابو المولد، ابو المولد يزين بالعالم زيان عنه. يعني اليوم انت او اني اللي اشتغل كسبه مين يجيب الامبير ب 20؟ خلينا نكون واقعيين. زين زين انتم زين انتم ما لقيتوا حل معقوله؟ انت لقيت تطور، هاي التيوله وهاي الوايرات، هاي كلها ترى قديم عمي. ما عندنا شيء جديد لا بشارع ولا بكهرباء ولا بطاقة كهرباء ولا بكل شيء، فش تريدنا نتأمل؟ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس الاجتماع الأول لخلية الأزمة الطارئة لمعالجة وضع الكهرباء، ومواطنون انعدام الثقة بين المواطن والمسؤول بسبب الوعود التي لم تطبق على أرض الواقع. نيابة عن الشعب العراقي الفقير المظلوم، بداية من 2003 لحد يومنا هذا لن نرى واقع حال على الموقع الاستراتيجي بإصدار الكهرباء، لن نرى هذا الشيء. عهود ووعود، وإضافة إلى هذه لا يوجد كهرباء، لا يوجد خدمات، عطالة عن العمل، وعدم مصداقية المسؤول وعدم ثقة الشعب بالمسؤول. هذا جانب. جانب ثاني، احنا نحكي بواقع حال آنيا. واقع الحال عندما اجتمع رئيس الوزراء بخلية الأزمة وعدد بها 6 فقرات، عجب يا هل ترى الست فقرات راح تطبق ام عهود ووعود؟ تتسارع أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالعراق مع اشتداد حرارة الصيف وبلوغها ارقاما قياسيا، والخاسر الوحيد هو الشعب. شباب سامي، قناة دبليو تي في وطننا، بغداد. وفي محافظة واسط، أكد مصدر أمني اندلاع احتجاجات غاضبة في محافظة واسط لعدة أسباب، مبينا أن محتجين قطعوا الطرق بالإطارات المشتعلة. وقال المصدر أن محتجين في واسط أقدموا على قطع عدد من الطرق وجسري الأنوار والعزة في المحافظة باستخدام الإطارات المشتعلة، مضيفا أن الاحتجاجات بسبب سوء الخدمات وعدم توفير الطاقة الكهربائية وأشحة مادة البنزين. وفي البصرة، تظاهر العشرات من أهالي المحافظة احتجاجا على تردي الخدمات وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية، مطالبين بإقالة مسؤولين محليين لعدم توفيرهم للخدمات. هذا وكان العشرات من أهالي قضاء شط العرب وأبي الخصيب قد نظموا وقفة احتجاجية بسبب تردي الخدمات في القطاعات كافة وفي مقدمتها تدني تجهيز الكهرباء، وطالبوا بتوفير الخدمات وإقالة المسؤولين المحليين لفشلهم في أداء مهامهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شباب وأهالي قضاء أبو الخصيفة خرجنا اليوم في مظاهراتنا وأعطينا المعنيين مهلة من أجل تحسين الواقع الخدمي وعلى رأسها الكهرباء والماء ومما يعانيه القضاء من صعوبة في المعيشة والبطالة وقبلت للتسويف والمماطلة، وها نحن عازمين على تنفيذ وعدنا. خروجنا اليوم هو من أجل إقالة قائم مقام أبو الخصيف الضعيف الذي لا يلبي طموح أبناء القضاء، ونحذر الحكومة المحلية والمركزية من تجاهل مطلبنا المشروع، لأننا عازمين على موقفنا الذي يشبع حرارة الجو اللاهب، وها نحن نحيد عن ذلك أبدا. تظاهر المئات من موظفي شركة الحفر العراقية داخل مبنى الشركة احتجاجا على تصريح وزير النفط إحسان عبد الجبار الذي وصف شركة الحفر بغير المنتجة، معتبرين أن هكذا تصريحات تعتبر مسيئة لهم ولعملهم، مطالبين بتغيير إدارات الأقسام التي تعيق عملهم. مراسلنا في محافظة البصرة علي نعيم أعد لنا هذا التقرير. خرج المئات من الموظفين احتجاجا على تصريحات وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل الذي وصف شركة الحفر العراقية في لقائه الأخير بأنها لم تعد فعالة لغاية الآن، وإن العاملين فيها يعملون لساعتين فقط في حين أنهم يعملون 12 ساعة في اليوم الواحد، ويشغلون أكثر الأماكن خطورة والأبراج التي تكون قريبة من حرارة الشمس. شركة الحفر العراقية شركة عملاقة تمتلك ما يقارب 47 جهاز من أجهزة الحفر، من خيرة أجهزة الحفر والاستصلاح ما كلها التراب، بينما الشركات الصينية والشركات الأجنبية جاي تشتغل ضمن جولة التراخيص سيئة الصيت، وهاي الناس هاي مهددة بأرزاقها، مهددة بعيشتها. خلي يجي يفتر على الأبراج، خلي يشوفها 24 ساعة تشتغل من الصبح لليل، خلي يجي يطلع القطاع ناطي لا يقعد ورا الميزو يحكي، خلي يجي يطلع المن يطلع يفتر على شركة الحفر العراقية. احنا لا احد يهمشنا ولا اذا عندكم شركات محاطينها جوا الكواليس وتريد تحولونها علينا، تردون تفلشونا؟ تردون تنقلونا؟ طولنا غير مكان خلينا نطلع. نسب الانتاج كلها مأرشفة، يعني ماكو برميل طلع قبل او هسه قبل 2003 او وراء 2003 ما ارشف، فالريد يعطينا النسبه مال الشركات الاجنبيه اللي اجت شنو حسنت من الانتاج. هاي وحده. ثاني شيء يا سياده الوزير، احنا شركه الحفر جاي نطلع نفط، وسبب احتلال العراق هو النفط، احنا ما جاي نطلع بيبسي لو سبن اب. العاملون اكدوا ان الاهمال الذي وصلت اليه شركه الحفر العراقيه وتهميش العاملين فيها من حيث الارباح والحوافز والمكافآت، وذلك لفسح المجال امام الشركات الاجنبيه لكي تكون بديله عنها. والشركات الاجنبيه جاي تاخذ عقود والشركه وعمالها محرومين من كل هاي العقود. احنا نشجع الشركه الوطنيه للحفور ان تشتغل للعراق. هذا الامر مرفوض. جولات التراخيص كلها مشبوهه. وزير النفط لازم يتخذ دور الشركات الوطنيه حتى احنا نقدر نتخلص من هاي الشركات الاجنبيه. يعني مدراء لا يتبدلون، لا مدرشين، لا طرقاع اللي فتهم، لا مصيبه اللي فتهم، زين احنا بس احنا اللي احنا ندق ونلطم ونشتغل، يعني بشرفك مدير هسه تريد تشوف لك واحد مدير عنده حظ وبخت وعنده ما تطله من هذول الحيتان يجي يطلع هنا يوقف المتظاهرين، ماكلين حقوقنا، سالبيننا، زين شنو هم دارت البلد يطهم وزعوهم كلهم قطع، واحنا عندك عشنا وين؟ نداوم بالنفط، لا قطع، لا سخام اللي فتهم، لا طرقاع اللي فتهم، مدراء كلهم حراميه. اليوم نرى جميع نرى الوزاره تصرح بتصريح انه هذا الموظف الانتاج مالته ساعتين، اذا الانتاج مال هذا الموظف ساعتين كيف قامت هذه الشركه من استصلاح من تنقيب؟ العمل مالته 12 ساعه بالنهار بعز الصيف وفي حر الصيف وفي الشتاء في البرد في الليل. الموظفون طالبوا وزير النفط ان يكون وزيرا لا محللا سياسيا، وطالبوه بتغيير المدراء الذين ما زالوا في مناصبهم منذ تأسيس الشركة ولغاية الآن، ومن ثم توجهوا إلى مدير الشركة وطالبوه بالاستقالة من منصبه فورا لكونه لم يكن مدافعا عن حقوقهم. علي نعيم لقناة دبليو تي في وطن، مدينة البصرة. تذكيرا بأبرز عناوين هذه النشرة، الأعرج يبحث مع السفيرة الأمريكي زيارة مرتقبة للكاظم إلى واشنطن، وهجوم صاروخي جديد يستهدف قاعدة عين الأسد غرب الأنبار.
مطالبات نيابية بتدقيق أسماء موظفي كردستان وكشف آلاف الفضائيين، ونواب يؤكدون حصول بعض الفاسدين على حصانات دولية. وفي أغرب عملية تهريب، إحباط تهريب 48 ألف قطعة فيزا كارد لصالح مصرف الرشيد في منفذ طريبيل. إحباط هجوم داعشي لتحرير أسرى التنظيم الإرهابي بكردستان، وفي ديالى استشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين في اشتباك مع الإرهابيين. إلى اللقاء.